بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث من الـ Perfect Tenses وهو Past Perfect. Past Perfect معناه ماضي تام، يعني Subject زائدا had زائدا Past Participle. والدلائل هي ثلاثة: because دائما الفعل اللي بعده راح يكون had مع pp، after الفعل اللي بعده يكون had و pp، والفعل change اصلا هو فعل يتحول الى had changed. had changed. نقول I can't stay here because I not book a room. لاحظ عزيزي الطالب، عندنا because الفعل اللي بعد because لازم يكون had مع past participle. Because I hadn't booked. وهذا الفعل الأول يتحول إلى ماضي بسيط طبعاً، نقول couldn't. معنى الماضي التام يستعمل مع الماضي البسيط في نفس الجملة، بعد because ماضي تام وقبل because ماضي بسيط. مثال آخر: after I leave they arrive. After من الدلائل اللي الفعل اللي بعده يكون had مع past participle. After I had left. الفعل الآخر لازم يكون past simple ماضي بسيط. They arrived. مثال آخر: when I arrive I discover that everything بين قوسين change. هنا عندنا ثلاث أفعال: when يجي بعده past simple ماضي بسيط، when I arrived عندما وصلت، في نفس اللحظة I discovered نفس اللحظة اكتشفت. شوفوا هنا فعلين ماضي بسيط، لأن عندما وصلت رأسا اكتشفت، مو قبلها اكتشفت، رأسا اكتشفت. That everything change. Change هي من الأفعال اللي تتحول إلى had و pp. Everything had changed. هذا بالنسبة إلى الـ past simple و past perfect. إذن القاعدة هي إذا عندك after أو because يجي بعدهم had مع past participle، والفعل الثاني يكون past simple، وإذا after because بالوسط هم نفس الشيء ما يفرق. وإذا عندك change الفعل يصير had changed ماضي تام، الفعل اللي قبله راح يكون past simple ماضي بسيط. Thank you for listening.